السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، معاكم أحمد العربي من مدينة ميكروتك إفريقيا وجروبنا على الفيسبوك ميكروتك إفريقيا. نرجو من الأعضاء من الانضمام إلى الجروب وعمل مشاركة المدن كي يشهدها الأعضاء الجدد. يمكن معايا موقع إيرلينك أو الدور وايرلس لينك، طبعا يمكن من المواقع المشهورة في قياس المسافات والأميال البحرية والمرتفعات الجبلية. طبعا يمكن موقع متميز جدا جدا في قلنا قياس المسافة وتقدير نوع الأجهزة المستخدمة في البث أو الاستقبال. كأصحاب شبكات بنعاني من عدم تقدير المسافات، بالذات في نقل المسافات أو من بلد لبلد، أو ربط بعض الكاميرات المراقبة عن طريق أجهزة النانو ستيشن أو الباور بيم أو الروكت ديش. وبنلجأ إلى الموقع المعروف أو البرنامج المعروف جوجل إيرث. ويمكن البرنامج ما بيدعمش حاجات كتيرة زي موقع إيرلينك اللي احنا شايفينه المقدم من شركة يوبيكويتي. يمكن الموقع رائع وأكثر من رائع، وبدأ إن هو يضيف أو يعمل إضافات جميلة جدا جدا، وهنشوف شرح الموقع بيقول إيه. زي ما انتوا شايفين يا شباب، عندك علامتين، او طبعا واحده مكتوب عليها اكسس بوينت او التاني اللي هي ستيشن الاستقبال. وطبعا العلامتين دول بقدر احدد بين البلد اللي انا عاوز انقل لها المسافه. طبعا الاولى ديت اللي هي اكسس بوينت، والتانيه دي الستيشن، وبقدر احدد المسافه بينهم بالكليات طبعا. وطبعا زي ما انتوا شايفين المسافه كل ما بترتفع اكتر، هي زي ما انت شايف المفروض ان هي 46 كيلو و34 كيلو متر زي ما انتوا شايفين كده يا شباب. وعندك اهيت لو قسنا مثلا او قربنا المسافة زي ما انتوا شايفين، او بعدنا المسافة زي ما انتوا شايف اللي هو 5 كيلو و96 كيلو متر. طيب كده بقدر ان قلنا نحدد اللي هي الاكسس بوينت ديت والستيشن، بقدر اقيس من البلد. طبعا بقدر احدد الارتفاعات او العوائق اللي موجودة عندي في الخط المستقيم او ما بين الجهازين. طبعا معظم الشغل يا شباب المفروض ان عندك ال 900 ميجا هرتز وال2.4، وعندك التردد ال3 وال4 جيجا هرتز، وعندك الخمسة. يعتبر احنا شغالين كلنا على ك2.4 او الخمسة، وقليل من الاعضاء كشغالة على تردد 2.3 او 3. طبعا بتفعيل خاصية الاير ماكس، تمام، هو اجهزة قلنا الام 5، تمام، هي يعتبر احنا مفعل خاصية الاير ماكس. لو عندك اي جهاز بيدعم اي خواص تانية بتقدر ان انت بتبدأ ان يعمل لها تحديد. وطبعا قلنا يا شباب التشانل ويت زي ما انتم شايفين اهوت على 40 ميجا هرتز، تمام. وعندك قلنا القائمة الأولانية أو العلامة الأولانية هي زي ما احنا زي شايفينها عشان الناس تفهم أكتر. الأعضاء الجديدة مكتوب عليها أكسس بوينت اللي هي طبعا الإرسال، وعندك الاستيشن اللي هي الاستقبال. طبعا الموقع الجميل ده اتحدد لنا أو عمل تحديد لنوع الجهاز اللي احنا نقدر نبث من خلاله، من خلال تحديد الأنتنة أو الدي بي الخاص بالأنتنة. طبعا كعارفين اللي قلنا يا شباب اللي هو ال25 دي بي اللي هو الباور بيم 400 زي ما احنا شايفين اهوت. وطبعا ممكن تستقبل على اي جهاز تاني، لو عندك مثلا نانو ستيشن ام 5 زي ما انتوا شايفين اهوت ال19 دي بي. وممكن لو قلنا مثلا الروكت اللي هو الام 5 اهو زي ما انتوا شايفين 20 دي بي. وعندك اخر حاجة اللي هي 34 دي بي، يعتبر هي اعلى حاجة في الدي بي اللي هي الروكت ديش اللي هو 34. ويمكن اسعاره عالية اليومين دول بسبب ارتفاع الدولار. وطبعا في روكت ديش طبعا 30 دي بي زي ما احنا شايفين اهوت. طبعا لو هنقلن بالروكت ديش او النانو بيم 400 بيكون الجهازين قصاد بعض زي ما انت شايف. عندك الروكت اللي هو الام 5 31 دي بي الاي سي، ماشي. طيب قلنا الموقع جميل جدا جدا. عندك الزائد والناقص ديت اصحاب شبكات او ناس في مجال الكمبيوتر والانترنت يمكن عارفين فوائدهم ديت. الزوم اهيت لو انت عاوز تعمل زوم على بلد معينه او منطقه معينه بتحب ان انت تنقل منها الانترنت، عاوز تشوف الاوضح او عاوز تشوف الاماكن والتضاريس بتاعه المكان كويسه قدامك. عندك زي ما انت شايف السالب ديت بنعمل تصغير للمكان، لو عاوز تشوف المكان من على بعد خالص عشان تقدر تحدد لو المسافة كبيرة جدا جدا عليك، تمام. طبعا قلنا يا شباب
ديت بعض الحاجات اللي هي موجودة عندنا، اللي هي زي ما قلنا أشكال أو توضيح للخريطة زي ما أنت شايف دي، بدون أي خضرة أو أي تضاريس للخريطة. طبعا جايب لك البلد رسم كروكي زي ما أنت شايف كده، أو الخريطة كلها زي ما أنت شايف كده، زي ما احنا شايفين بدون أي خلفيات ورا. طبعا كده هو زي ما أنت شايف، ما في كده مكانين بس، مفيش اي طبعا كتابة لاسماء البلاد او اسماء المحافظات او اسماء المراكز. لو احنا جبنا ديت يا شباب الاختيار دوت، زي ما انت شايف كده موجود اسماء البلاد واسماء كل حاجة بدون اي خلفيات، مثلا للبحر للخضرة. طبعا الخلفية بتبدأ ان هي تعرف ان دوت لونه بحر، دوت خضرة، دي جبال. طبعا طبعا اخر حاجة ديت المفروض ان انا بفضل ان انت تشتغل عليها، تمام، اللي هي تقدر ان انت تشوف الخريطة كاملة وبوضوح امامك. تمام، طيب قلنا يا شباب بعد كده ما عادش هنا اي حاجة. طبعا الشانل ويت دي، الويت دي ماشي، بتقدر ان انت ممكن تنزلها 20، ممكن تنزلها 10، تمام، ممكن تنزلها زي ما انت عاوز 8، زي ما انت قلنا على حسب الاجهزة اللي عندك وعلى حسب الاعدادات الموجودة في الجهاز. تمام، بما اننا من عندك في قائمة السيرش دي ان انت تقدر تكتب اي بلد انت عاوزها، مثلا لو انا مثلا من دمياط مثلا، بكتب مثلا دمياط مثلا اهوت، بيقدر ان هو يذهب لدمياط ويجيب لك الكورنيش النيل، ويجيب لك كفر البطيخ السنانية، ويقدر يجيب لك الشارع الحربي، بيقدر تحدد الاماكن اللي انت عاوزها. طبعا كاصحاب شبكات بنصح باستعمال الموقع الجميل ايرلينك، يمكن قلنا كويس جدا جدا، يقدر يفيدك احسن من البرنامج قلنا اسمه يا ربي جوجل ايرث. طبعا انتظرونا في شروحات قادمة هتكون جميلة، وخاصة في أجهزة المايكروتيك وأجهزة النال. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.